الآن ينضم إلينا معاون محافظ صلاح الدين والقيادي في تحالف عزم رياض الطايس. أهلا بك سيد رياض. يعني أهالي البجواري أخبروا UTV بأنهم اتصلوا بالقوات الأمنية أثناء الهجوم، لم يستجب أحد لهم لمدة ساعة ونصف. يعني القوات القريبة أيضا لم تتدخل بحجة أنها لم تحصل على إذن. هل تدار صلاح الدين أمنيا بهذه الطريقة؟ نعم ست، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناتكم الغراء. حقيقة كنا ظهر هذا اليوم في مكان الفاجعة الأليمة التي حلت بأهلنا في ناحية الضلوعية، وطلعنا وشاهدنا الأخوة الجرحى وعزينا أبناء الشهداء وهم الأستاذ المربي الفاضل طلب سلامي وأخيه الحاج رعب السلامي. حقيقة ما جرى حادث يوم أمس كان الأستاذ طلب والحاج رعب في طريقهم إلى مزرعتهم كما هو معتاد يوميا لزيارتها وتفقدها. وهذه المنطقة حقيقة حاوي ضلوعية أو يعني جزيرة الضلوعية، منطقة آمنة جدا لم تحدث فيها أي حادث منذ تحرير الضلوعية. قبل دخولهم إلى مزرعتهم استأذنوا من البرج المشرف على المنطقة أو الحاوي وأخبروهم بأنهم سوف يكونون فيها في مزرعتهم كما هو معتاد عليه في كل زيارة لكي لا يكون هناك شكوى ريبة من أن هناك غرباء. أذنوا لهم بالدخول. حال وصولهم إلى مزرعتهم كان هناك قناص بانتظارهم، أصاب الأستاذ طلب فأرداه شهيدا في اللحظة، ومن ثم رمى أخيه الحاج رعب فجرح، تمكن من الاتصال بأهله بأنه قد تعرضوا إلى عمل إرهابي. اتصل أولاده وأولاد أخيه بمركز الشرطة وفوج الطوارئ وقوات الشرطة الاتحادية اللي موجودة، أبلغوهم بذلك، وأيضا اتصلوا بالبرج لغرض يعني تقديم الدعم والإسناد. وصل ذوي الشهداء إلى مكان الحادث، تمكن الإرهابي أيضا من إصابة الأربعة الذين هبوا إلى نجدة عمهم وأبيهم. كانت الإصابات في مناطق قاتلة في الرأس والصدر، تمكن الإرهابي من جرح الأربعة الواصلين، ثم تلاهم اثنان آخرين لحقوهم، تمكن من إصابة الخامس ولاذ السادس بالفرار. أمنوا الاتصال بمركز الشرطة وبفوج الطوارئ وقوات الحشد المتواجدة في هذه المنطقة. استمرت جرحى بالنزيف لمدة ساعة أو ساعة ونصف، لم تهرع إليهم أي قوة من القوى الأمنية الموجودة في هذه المنطقة، علما أن البرج مسؤول على حماية هذا القاطع بعد سوى 200 متر، مركز الشرطة لا يبعد سوى 500 إلى 700 متر، إضافة إلى القوات اللي موجودة. احتشد جميع أبناء مدينة الضلوعية كما هو معتاد، هبوا لنجدة أخوانهم لكن لم يتمكنوا من دخول القاطع بسبب التوجيهات من الأجهزة أنه يعني منعوهم من الدخول إلى القاطع حسب ما يعني يعلمون. خشيت أن تكون هنالك مصادمة ما بينهم، لكن الشهيد الثاني كان جريح وكان يتصل، لكن استمراره بالنزيف إلى ساعة ونصف وكان يتكلم مع أهله بأنه سوف يفقد الحياة ما لم يستطيع. طيب سيد رياض، يعني ما الذي ينقص القوات الأمنية في صلاح الدين حتى تفرض سيطرتها وتحقق الاستقرار؟ يعني الأهالي هناك أيضا طالبوا بتعزيز الحماية عن طريق الأبراج، ما الذي ممكن أن تقدمه الأبراج لهم في هذه الظروف؟ سيد فاطمة، ما هي فائدة الأبراج؟ ما فائدة الأبراج إن كانت لا تتدخل في اللحظه المطلوب وجودها في 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 هذه المنطقه؟ لو كان البرج قد تدخل وفتح حتى ولو بشكل عشوائي في اتجاه مصدر النار، سيما وانه يعلم ويعرف من هم الداخلين الى 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 مزرعتهم، وكان بامكانه من خلال العلو الذي هو فيه يستطيع ان يرى مصدر النار التي تنطلق على هؤلاء المدنيين. لم يتدخل البرج كما اخبرونا، وايضا القوات الامنيه الاخرى، قوات الشرطه او المغاوير او فوج الطوارئ او الحشد، لم يتدخلوا ضمن الفتره يعني المطلوبه في مثل هكذا حالات. الكل ينتظر تبليغ مرجعه ومن ثم استلام القرار بالرد.
حقيقة الحلول الأمنية في محافظة صلاح الدين خلال هذه الفترة التي شهدت العديد من النكبات، منها يعني ما جرى من 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 من, من اعتداء في العباسية وفي سموم وفي مكيشيفة وفي البدور يعني وفي أضلوعية وفي الفرحاتية، حقيقة حتى الحلول التي تلي هذه الأحداث هي حلول ترقيعية آنية. ما فائدة أنه تدخل قوات يعني بعد الحادث ومن ثم بعد 6 أيام أو 7 أيام تنطلق تعود إلى 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 ما إلى إلى أماكنها. حقيقة يجب أن يكون هنالك مصدر قرار موحد في ملف الأمن في محافظة صلاح الدين. هنالك أكثر من 5 قيادات عمليات أو أكثر من 5 قرارات تتداخل معها للاشتراك في القرار الأمني أو العسكري في محافظة صلاح الدين، وحقيقة نستغرب من كثر هذه القرارات المتداخلة فيما بينها. طيب. وبالنتيجة مواطنينا طيب سيد رياض إذا هكذا ضحايا بكل سهولة من دون أن يكون هنالك حل جذري لإيقاف مثل هكذا هجمات وهكذا تداعيات. نعم سيد رياض، معلوماتنا تقول أن الإرهابيين هجموا البجواري من جهة يثرب، ما يعني أن المنطقة لا تزال رخوة أمنيا. ما الذي فعلتموه بعد هجوم يثرب الدامي؟ هنالك العديد من المناطق الرخوة في محافظة صلاح الدين، خصوصا في خطوط التماس ما بين قيادات العمليات الخمسة التي ذكرتها، يعني هي معروفة إلى القاصي والداني. لا نجد هنالك حلولا لملأ هذه الخواصر الرخوة أو المناطق الغير آمنة بشكل مستمر. الدوريات والتمشيط بين الحين والآخر لا يفي بالغرض، يعني بات الإرهابيين يعرفون مداخلهم ومخارجهم، وباتوا يستطيعون أيضا أن يختاروا أهدافهم وينفذوا عملياتهم بكل سهولة. هذه المناطق الرخوة لو كانت هنالك خطط أمنية حقيقية فعلية لملأ هذه المناطق وإعادة انتشار القطاعات، حقيقة نرى المدن ومراكزها متخمة بالأجهزة الأمنية والأعداد العسكرية، في حين نرى يعني المناطق البعيدة عن مراكز القرى تشكو من نقص في الأفراد وفي الأعداد وفي حتى الأسلحة. يضف إلى ذلك لا يسمح لمواطني هذه المناطق باقتناء الأسلحة لغرض الدفاع عن أنفسهم في حالات الخطر. الأسلحة مقتصرة لدى الأجهزة الأمنية، أجهزة الشرطة وأجهزة الدفاع وبقية الأجهزة الأخرى، وهذه الأجهزة في بعض المرات خصوصا في هذه المناطق الساخنة ينسحبون مع غياب الشمس ويترك المواطن فريسة للإرهابيين ومخططاتهم. حقيقة عندما تحدث مثل هكذا أزمات نرى أنه يتم حضور العديد من الأجهزة الأمنية والمسلحة كما جرى في حادث يثرب، تم نقل قطاعات عسكرية إليها، لكن يعني هل ستبقى هذه القطاعات؟ هل سيتم الانتشار بشكل صحيح؟ هل سيتم إشراك أبناء المنطقة في الملف الأمني؟ أهل مكة أدرى بشعابها كما يقال المثل. حقيقة لو تم إشراك أبناء المناطق الساخنة للدفاع عن أنفسهم وعن مالهم وعن أعراضهم لكان هنالك حقيقة ردع إلى الإرهابيين، سوف لن يتمكنوا من إطراق هذه المناطق لأنهم سوف يجدون عيونا ساهرة بانتظارهم لتقتص منه. نعم إذن معاون محافظ صلاح الدين والقيادي في تحالف عزم رياض الطايس، شكرا جزيلا لوجودك معنا.